خدكم النهارده الفقره من الفقرات بتاعتنا ايضا اللي احنا دايما بنقدمها لحضراتكم، وده الحقيقه فقره مهمه قوي، ارجوكم تفرجوا على الفقره دي. المصطلحات اللي شغاله في مصر واللي الناس بترددها كتير جدا، مصطلح انطلق من منذ بضعة سنوات وبقى نورمال. مساء الخير حضرتك، بشغلي انا انفلونسر. انا انفلونسر، ايه هو الانفلونسر وليه بنستخدم هذا المصطلح؟ ده اللي هنقدمه لحضراتكم النهاردة في فقرة ببساطة. نشوف ونرجع تاني. يعني ايه انفلونسر؟ الانفلونسر عموما بيكون الناس احنا بنتابعهم، بنمشي وراهم، بنشوف الترندز اللي بيعملوها ايه، هم بقى اللي بيعملوا بقى الترندات والحاجات دي. هو انفلونسر دي اللي هي صانع محتوى او والانفلونسر بقى الانفلونسر اللي هي صانع محتوى بيصوروا كل احداثهم. هم دول الانفلونسر، هو مثلا عنده حاجه وعايز يبيعها مثلا، ده اللي انا سمعته، والله اعلم واعلم. هي مجموعه من البشر بيقدموا رساله معينه او شيء معين، بس دلوقتي كله استثمار، يعني عايزين فلوس وحاجات. انفلونسر بيبقى فيديوز اكتر على تيك توك وانستجرام. انفلونسر بيكون واحد مميز عنده على الفيسبوك، عنده صفحه كبيره، بيقدر يتكلم، عنده عدد كبير من المتابعين وكده، فبيقدر يتكلم عن الموضوع اللي هو عايزه. يعني الناس اللي هي بتبقى على الفيسبوك اللي هي بتقعد تعمل فيديوهات ملهاش لازمه دي، اللي بقى على اليوتيوب، على التيك توك، على الفيس، الكلام ده، عامل حاجه خالص هدف على حاجه هيوصل لها، فبالتالي هو خلاص وصل للمحتوى اللي هو عايزه، وبتمشي تدريجيا بقى كده. انفلونسر هو صانع محتوى لديه انتشار وجماهيرية عريضة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ده اللي بيجعله يكون ليه القدرة على التأثير فيما حوله من متابعين ومعجبين، لذلك هو بينال أهمية كبيرة في التعامل معاه وعلى المحتوى اللي بيقدر ينتجه، لأنه بيبقى ليه تأثير واسع جدا في نفوس كل اللي بيتابعوه. وكمان التأثير ده مش بيبقى تأثير طفيف، لا ده كمان تأثير عميق، خاصة كمان لو هو بيعلن على منتجات أو على حاجات شخصية ليها علاقة بعلم النفس أو ليه علاقة كمان باللي حوله أو القضايا المختلفة اللي بيتكلم عليها واللي بيصنع من خلالها المحتوى. عشان كده المؤثرين مش بيبقوا بس مؤثرين في مئات أو آلاف، لا بل مئات الآلاف وملايين المتابعين.